أنا كنت خدامة في الديوانة، كنت خدامة في الديور ما يطيح لي الراجل من الصحة ديالو، وبقيت كبرت ولادي مثل الراجل، وبقيت مع ولادي يعاوني ديك المحمى من تمني مشيت حالي للديوانة، كبرت ولادي من الديوانة، ودابا من الديوانة الملك الله ينصرو هو خرجنا وخدمة هنايا في الجوامع، زممنا في شارع جامع المسيرة تما زممنا. ودابا ملي يردونا عند القياده حنا ما عندنا ما نبقى عند القياده، ما عنديش الراجل رحيم الله كان خدم على بنتي وحبني باقا لي في الدار واخرين مجويشم، نرجع للجامعه ديالي كنت فيها نرجع نيله، هو قد الجهد ديالي قد الجهد ديالي قلنا نخمل ونهذي كل شيء، خدمه هي بيت الله عزيزه وكريمه عند الله، كريمه وعزيزه ومستوره ما راني حد ما رجعت. دابا انتينا 4 سنين وانتينا في بيت الله كتشطب وكتنظف وكتعمل ميناج، غيجي هو غيجي غيقول لك لا خرج من الزنقه، كيفاش غتجي لك؟ انا كنت في بيت الله وغتجي انتينا تقول لي خرج من الزنقه، كيفاش غتجيني؟ ماشي هو غيصيفطني للقايد، والقايد انا ما دخلنيش القايد، انا دخلني المباراه سيدنا الله ينصره هو اللي دخلنا. ودابا انتينا وقفتي غننزل الجوامع، يلا غننزل الجوامع، وحنايا ما غادي نوقفوا شي، وحنا خصنا نخدموا، احنا ماشي ما خصناش نخدموا، خاصنا نخدموا حيت كل واحد عنده الظروف ديالو، كل واحد عنده الظروف ديالو، واخا مراطين واخا كبارين كل واحد عنده الظروف. دابا واخا كلشي كيهدر ولكن كلشي ماشي معوض مع راسو، وانا اللي كنهضر على راسي عندي خصني نخدم ياك، ولكن هاد الناس كاملين خصهم يخدموا، جاو يتخلصوا باش يمشيو وردونا اجي ردونا لبلاصتنا الجوامع ديالنا، حنا كنطالبوا يرجعونا الجوامع وكنطالبوا الكولونير ديالنا يجي يجاوبنا ما عملنا حتى حاجه، ما عملنا فوضى ما عملنا حتى حاجه، قالوا لنا اجيو اليوم حنا جيناتو على حال عطلنا، ما خصوش يعطينا هاد الحال، ما عطلنا حتى نادين ما عطلنا، مشيو عند القايد علاش؟ انا ما دخلنيش القايد، انا عندي الورقه ديالي سيدنا الله ينصرو هو عطاني هاد المباراه، عطاوها لي هنايا وانت غتسيبني عند القايد، شنا والقايد غادي نعمل معاه انا شهر، هو غيتحكم فيا غيقول لي برا، غادي نرجع لعنده غيقول لي انا صيفطتك لعند القايد مضيتي عليه الله يعاونك، هذا الحل ديالي، ما قالوا لنا حتى مضيو، قالوا لنا دابا نتوما قالوا لنا ما غنخرجوكمش ولكن غتمشيو لعند القايد، اجي نقول لك انا ملي قلت له وعملنا الحل هذا القايد هذا فاين، قال لي وانا غنقول لك شنو غادي نعمل، القايد اللي غيقول لك شنو غادي نعمل، قال لنا دبر راسكم، وملي غتقول لي انتينا غتنفطني والقايد غينفطني، اذا انا والو، انا ضحيه للمجتمع، وانا ملي غنخرج انا من الجامع، واصلا انا عندي ولادي ماشي ما عنديش، ولادي ما عندهمش حتى هما حاطين لي ما خدامينش، انا بني بيدو كنستناه كيستناني باش نعطيه ندبر عليها 2000 فرنك 3000 فرنك، ما كايناش الخدمه ما كايناش، عطيونا دابا حنا كبارين، حنا خدمنا بالديوانه كبارين، طيحنا صحتنا بالديوانه، خليونا في بلاصتنا، خليونا في الجوامع ديالنا، ما كنطالبوا حتى حاجه، حنا ما غنخرجوش وما كنقول لكم حتى حاجه، خليونا في الجوامع ديالنا وعايشه الملك، حنا كنهضروا الملك سيدنا، شوف حنايا كنطلبوا الجامع ديالنا يخليونا فيها. المشكل اللي عندنا حنايا حنا كنا خدامين في ديوانه، عندنا الدعم ديال محمد السادس، جينا هنايا قالوا لنا اجيو غادي سيدنا غيدعمكم، جينا هنا للديبو خدمونا، قالك غنخدموا فرقونا شي الخيريات شي الجوامع شي لهنا شي لهنا، كل واحد فين في كتاو. دابا حنايا عطاونا الجوامع، ملي عطاونا حنا الجوامع ضربنا فيهم 4 سنين، كنتفاجئوا اليوم قالوا لنا اجيو، البارح قالوا لنا اجيو، جينا تخلصنا، اليوم قالوا لنا اجيو مع التسعود، جينا مع التسعود، واحد المسؤول جا لعندنا قال لنا ودي نتوما ما بقيتوش عليا، حنا على من؟ نتوما غتمشيو للمقاطعه، علاش غنمشيو للمقاطعه؟ غتمشيو للمقاطعه وما غايقولوا لكم فين غتخدم، ملي كنتفاجئوا غنلقاو غنمشيو نخدموا في الشطابه، واخا حنا الشطابه، حنا هذوك النساء اللي في الشطابه وما باغيينهمش يبقاو في الشطابه، ما رادينش بليك الدل، حيت حنا اش قالوا لنا النهار الاول؟ قالوا لنا نتوما في معبر الدل، في الديوانه في معبر الدل مسخسخين مدمرين، هادي غنجيبوكم باش تعيشوا العيش الكريم، ياك؟ كنتفاجئوا حنايا غيعطيونا الزنقه والشطابه، هو اللي كنا فيه، كنا خدامين ومزيانين وكنخدموا يوميا وما عمرنا بطلنا، وربع سنين وحنا تما وما عمر شي واحد شكا بينا وكنا خدامين. واش حنايا تحيدونا من بيت الله وديونا للزنقه نشطبوا في الشتاء في البرد تماره؟ حنا دوك الناس اللي خدامين وما باغيينش لهم ديك الخدمه، فهمتي؟ واخا النظافه، النظافه خصهم يمشيو لها الرجال، ماشي مرا عندها 70 عام كتشطب هاكا مسكينه ومعذبه في الزنقه بالليل بالنهار. كيخدموا 8 السوايع كيخرجوا 6 الصباح وكيبقاو في الزنقه حتى العشيه. علاش؟ حنا بيتنا كيبقاو فينا وانتم تزيدوا حتى انتم تخرجوا لنا حتى حنايا. الله يا ودي شحال خصكم النظافه صاي. كيقولوا البلاد بغينا نخرجوك بهذه الطريقه صافي، هما بغاو يخرجونا ويوقفونا بهذه الطريقه، ما عندهم شي حاجه باش يخرجونا، خرجونا بهذه الطريقه. حنا ما عندناش فين غنمشيو. كيقول لك الجوامع فسخنا معاهم الكونترا، بان الجامع ما عندها تعلق بالكونترا، شؤون الاوقاف عندها الدعم ديالها وعندها الخدامين ديالها، وحنا كنا غير معاونين، فهمتيني؟ ما عندنا حتى علاقه حنا مع شؤون الاوقاف. ملي جابنا قال لنا خويا اليوم انتوما خاصكم تمشيو للمدارس، نمشيو للمقاطعه. اش غنديروا المقاطعه؟ قال لك المقدم هو يقول لكم اش غديروا. ملي جينا كنتسائلوا لقينا راسنا بان الشطابه والزنقه.